بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، مرصد جيمس ويب هو أعظم مرصد تم اختراعه من قبل البشر. على مدى 30 عاما استغرق بناء هذا المرصد، وتكلف 10 مليارات دولار أمريكي، وموجود الآن على بعد 1.5 كيلومتر من الأرض. لذلك يلتقط صورا هي الأفضل من نوعها على الإطلاق. لأول مرة يلتقط صورة رائعة لكوكب المشتري. دعوني في البداية أرى هذا الفيديو الرائع حقيقة، ثم نعلق. هذا هو كوكب المشتري كما تم تصويره قديما، ولكن طبعا هذا بالمرصد هابل، خلال مرصد هابل هذه الصور. ولكن عندما انطلق مرصد جيمس ويب، يعني شيء خيالي. انظروا هنا، انظروا إلى كوكب المشتري، يظهر بوضوح كامل. انظر معي أخي الحبيب، هنا في الأعلى الشفق، الشفق القطبي في الأعلى والأسفل عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وهذه الدائرة هنا هذه، هذا إعصار يظهر كميات هائلة من الأعاصير والرياح التي تضرب سطح هذا المشتري. لذلك الحياة هنا مستحيلة. يعني عندما نرى إعصارا بهذا الحجم، وكوكب المشتري كوكب عملاق كما تعلمون، أكبر من الأرض بكثير، ونرى إعصارا بهذا الحجم ومجموعة هائلة من الأعاصير والرياح، ندرك نعمة الله علينا عندما مهد لنا هذه الأرض وجعلها مريحة لنا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا نستقر عليها. هنا لا يوجد استقرار أيها الأحبة. دعوني أتابع معكم هذا المقطع. يعني انظروا معي، هذا هو كوكب المشتري، وتظهر الحلقات، هناك حلقات رائعة حوله أيضا، فيها الحجارة وفيها الكويكبات وفيها غبار وأتربة وفيها أشياء لا يعلمها إلا الله. وهذه الصور طبعا التقطها هذا المرصد، صور رائعة جدا لبعض السدم. يعني هذا دخان كوني، هذا منظر رائع للدخان الكوني. عندما التقط العلماء ذرات أو جزيئات من هذه المادة عبر بعض المراكب الفضائية العائدة إلى الأرض وتم تحليلها، تبين أن هذا عبارة عن دخان، سموك، مادته دخان وليس غبار. وحتى الآن يسمونه غبار كوني على فكرة، هذا يسمى غبار كوني، ولكن تبين أنه عبارة عن دخان، والقرآن حدثنا عن ذلك. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن حدثنا القرآن عن دخان في بدايات خلق الكون، والعلماء أثبتوا ذلك بالصور وبالتحليل بواسطة المجهر الإلكتروني قبل وكالة ناسا. طيب، كوكب المشتري أيها الأحبة كوكب عملاق، وموجود ويدور حول الشمس. هذا الكوكب أخي الحبيب جعله الله لنا لنشعر بنعمة الله علينا على الأرض. يعني عندما نرى كوكبا بهذا الحجم، يعني عندما نرى كوكبا بهذا الحجم والأعاصير العنيفة تغلف هذا الكوكب، والبناء، بناء هذا الكوكب لا يسمح بالحياة عليه، نشعر بقيمة الهواء الذي سخره الله لنا، نشعر بقيمة الماء. تعلمون نسبة الماء على سطح الأرض أكثر من 70%، بحدود 71 أو 72% نسبة الماء، الضروري جدا للحياة. درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة لأجسامنا، لو كانت أكبر بقليل لاحترقنا، ولو كانت أقل بقليل لتجمدنا. جعل الله لك مثل هذه الكواكب لتقارن وتدرك وتشعر بنعمة الله عز وجل عليك.
لذلك الله عز وجل عندما يقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، انظروا إلى الثمار، إلى النباتات، الفاكهة، الورود، العسل، اللبن، الأنعام، كل شيء لخدمتك موجود على الأرض. يعني أنت أيها الإنسان خلقت فوجدت كل شيء جاهز وممهد لك، الأرض ممهدة، غلاف جوي مناسب جدا للحياة، طبيعة النباتات مناسبة لك لجسمك، وكلها فيها غذاء وشفاء، التمر، العسل، كل أنواع الفواكه التي نعلمها والخضار مناسبة لنا ولصحتنا بما تحويه من عناصر غذائية مفيدة، درجة الحرارة مناسبة، نسبة الأكسجين في الهواء مناسبة، لو كانت أكثر من ذلك، هل تعلمون لو أن نسبة الأكسجين هنا ارتفعت قليلا لتعرض الغلاف الجوي للاشتعال، كان يمكن أن يشتعل من أي شرارة تصيبه، وإذا كانت نسبة الأكسجين أقل من ذلك سنموت اختناقا، لن تكفي. هي مضبوطة بدقة عالية، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل شيء موزون، هناك توازن، بالفعل هناك علم اسمه التوازن البيئي، كل شيء منضبط. فأنت جئت إلى هذه الدنيا أيها الإنسان، إلى هذه الأرض، وكل شيء جاهز لخدمتك. طيب بالله عليكم، أنا كإنسان عاقل كيف تريدني أن أقتنع أن كل شيء تم بالمصادفة؟ أنت إذا دخلت إلى بيت ووجدت فيه كل وسائل الراحة، هل تقنعني أن هذا تم بالمصادفة؟ لا يمكن، يجب أن يكون هناك من أعد لك هذه الأرض ومهدها لك ورتب لك الأمور وجعل هذا الغلاف الجوي سقفا تحتمي تحته. المشتري ليس له غلاف جوي مثل الأرض، بقية الكواكب ليس لها غلاف جوي يشبه الأرض بقوة الغلاف الجوي للأرض، لذلك لا تصلح للحياة. وبالتالي عندما نقارن ونرى هذه الكواكب ونرى نعمة الله على الأرض، ندرك، أو يجب أن تدرك أيها الإنسان، أنك لك قيمة عند الله، أنك مكرم عند الله. لذلك الله تعالى خاطبنا وقال، لم يخاطب المؤمنين ولم يخاطب المسلمين ولم يتوجه بالخطاب إلى العرب مثلا، لا، ولقد كرمنا بني آدم، سبحان الله، بني آدم، كل البشر، ملحدهم وكافرهم ومن يعبد النار ومن يعبد العجل والمؤمن وكل البشر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الله فضلك على كل الكائنات الحية الموجودة الآن على الكوكب، هذه الكائنات كلها لو اجتمعت لا تستطيع بناء سفينة. يعني هل رأيتم مجموعة من القرود مثلا بنوا سفينة وحملتهم في البحر، أو صنعوا سيارة وحملتهم في البر، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لذلك أخي الحبيب، مثل هذه المشاهد يجب أن تدعونا للتفكر بعظمة الله، ويجب عليك أخي الحبيب اقتداء بسنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، كان كلما رأى السماء، نظر إلى النجوم، رأى كوكبا، رأى مخلوقات الله، يقول، وتعلم هذه الآية واحفظها أخي الحبيب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفكرين في خلق السماوات والأرض الذين قال الله في حقهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وأن يقينا جميعا إن شاء الله عذاب النار، وأن يدخلنا جنات النعيم
بفضله ورضوانه، إنه سميع قريب مجيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أن يجعلنا ممن يعني يكون همهم لقاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.